نروح لآخر المستجدات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. الهيئة الوطنية للانتخابات أطلقت عبر الموقع الرسمي ليها قاعدة بيانات خاصة بمراكز الاقتراع اللي هيدلي فيها المواطنون المقادة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله. قاعدة البيانات دي بتتضمن جميع أسماء وعناوين المدارس اللي بتشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع اللي هيدلي فيه كل مواطن بصوته. بيتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وهو www.elections.eg استعلام المواطن عن مقره الانتخابي، أحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وده بموجب الرقم القومي. كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت للمواطن إمكانية أنه يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع اللي هيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية، بس بشرط أنه يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وده بيتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. كمان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها النهاردة استعرضت في اجتماعها الاختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقا للأولوية أولوية تقديمهم لأوراق الترشح بالطبع. وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز النجمة للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي، ورمز الشمس للمرشح محمد فريد زهران، ورمز النخلة للمرشح عبد السند يمامة، ورمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان عمر. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بكرة بإذن الله، وده إذنا بإطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم الغد وحتى موعد الصمت الدعائي 29 نوفمبر الجاري.